السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الزملاء الأعزاء. هنتكلم معاكم اليوم عن موضوع الفلو ألارم. احنا اتكلمنا في فيديو سابق موجود على القناة بخصوص عطل الفلو ألارم وأسبابه وطرق علاج المشكلة. كان علاج المشكلة أساس إن احنا بنعمل معايرة للفلو 300 وال500 وال800، وكانت بتنجح معانا الفكرة ديت، وأحيانا كان بيظهر معانا رقم 147 وبنقدر إن احنا نتخطاه. الهدف من فيديو اليوم إن احنا نعرف نحل مشكلة الرقم 147 لو ظهر معانا ومفيش أي استجابة من الجهاز، ونتعرف على الأسباب، وبعد كده نتعرف على طريقة معايرة الجهاز بعد تركيب الجير بامب. بعد ما نركب الجير بامب ازاي ان احنا نعمل معايرة مبدئية للجهاز مباشرة. أول ما بيوصل لنا بلاغ ان في مشكلة في الفلو ألارم، بنبتدي نحرك مفتاح الصيانة الأصفر ده في خلف الجهاز لأعلى، ونشغل الجهاز ونبدأ نعمل معايرتنا في البداية. طبعا بيظهر معانا بعد شوية رقم 147، احنا ما صورناش للأسف، ما صورناش المشكلة ديت، لكن احنا بنحاول نوضحها لكم. واحنا بنعمل معايرة 300 ظهر معانا رقم 147، حاولنا نعمل ال500 برضو مفيش، 800 مفيش، الرقم موجود باستمرار ومفيش أي استجابة من الجهاز. 147 ده لما بيظهر معانا بالطريقة ديت، معناها يا إما الموتور نفسه الخاص بالفلو في مشكلة، أو الهيد نفسها الجير بام الجير نفسه في مشكلة. فلو الموتور في مشكلة طبعا بيتم استبداله. طب نختبره ازاي؟ ان احنا بنمسك العمود الدوار لحظات، وبعدين بنترك العمود نشوف هل هيستمر هيشتغل تاني ولا هيفضل ثابت. لو اشتغل معناها الموتور سليم، لو ما اشتغلش معناها او اشتغل ببطء معناها ان الموتور فيه مشكلة وبيتم استبداله عادي. احنا كلامنا اليوم عن الجير بامب. اما بالنسبة للجير، طبعا لو فيه مشكلة فاحنا بنبتدي ان احنا نتعامل مع جهاز ان احنا نفك الغطاء الخلفي زي ما شفنا في الفيديوهات السابقة، ونفتح الباب الخلفي. طبعا بيظهر معانا هنا الديجازن بامب والجير بامب، بنفتح الغطاء الخلفي اللي عليه الدياسيف، وحدة الدياسيف ظهر معانا الديجازن بامب والفلو بامب، ده الهدود الخاصة بيهم، دي الهدود اللي احنا الجير بامب اللي احنا بنتكلم عنه. يعني بمجرد ان انا برفع الخرطومين اللي هو الدخل والخارج، وافك التلات مسامير اللي انتوا شايفينهم دول، فبقدر اسحب بسهولة الهيد اللي انا هشتغل عليها. الهيد دي طبعا ما بتصلحش، الهيد ديت بيتم استبدالها مباشرة، فانا بفك التلات مسامير والخراطيم واركب الهيد الجديدة، وبعد كده بعمل المعايرة، ده اللي احنا هنشوفه في اخر الفيديو. يعني قبل ما نقوم بعملية استبدال الجير او نشتغل فيه، فاحنا حبينا نوضح لكم ايه هو الجير بامب. الجير بامب هو مضخة او مضخة ذات التروس، الهدف منها انها بتضخلي سائل، اي نوع من انواع السائل. طبعا احنا شغلنا في جهاز غسيل كلى الماء، فهنقول ضخ الماء بمعدل سريان وضغط مرتفع. بستخدم في العملية ديت مجموعتين من التروس الداخلية. طيب ايه فكرة العمل الخاصة بالجير بامب؟ فكرة العمل ان انا بعمل اتساع للمساحة في المدخل، الاتساع ده بيؤدي لانخفاض الضغط في مدخل الماء او مدخل السائل، فبيندفع من المصدر الى المنطقة اللي فيها ضغط منخفض. بعد كده بيتم سحب السائل في من خلال الغرف الداخلية لمجموعة التروس ديت، وبعد كده بضغطهم من المخرج، فبيكون المساحة أقل، المساحة الأقل دي بتعمل لي ضغط عالي. هو ده الفكرة من الجير بامب زي ما هنشوف بعد شوية. طبعا أنواع الجير بامب في أو من حيث التصميم في أنواع كتير، لكن احنا هنتكلم على النوعين لأن الموضوع طبعا موضوع شائك وموضوع كبير جدا. احنا بس حبينا نديكوا فكرة عن الجير بامب ديت تركيبها ايه من الداخل وازاي بتشتغل. في عندنا مضخة اللي هي ذات التروس الداخلية، ديت الترسين متداخلين، ترس أكبر وترس داخله، وعندك المدخل على اليسار ده اللي فيه المنطقة اللو بريشر، لأن المنطقة اللي بيدخل داخلها السائل منطقة واسعة. وبعدين عندي الجزء الهلامي ده اللي بيعمل عملية ضيق، فبيعمل لي عملية ضغط في المخرج، فبيكون عندي ضغط عالي في المخرج. دي طبعا ما بنستخدمهاش في مكان الكلى. في عندي المضخة ذات التروس الخارجية، دول ترسين متصلين مع بعض خارجيا، نفس الفكرة بالظبط، هنلاقي ترس عكس عقارب الساعة وترس
في اتجاه عقارب الساعة بخلاف المضخة التروس الداخلية. أنا وسعت منطقة الدخل فعملت له بريشر، وصغرت منطقة الخروج أو منطقة الضغط فعملت ضغط عالي في المكان ده اللي يهمنا. المضخة ديت هي دي اللي تهمنا في كلامنا اللي احنا بنتكلمه النهاردة. طيب ازاي اقدر اعرف مواصفات المضخة؟ في رقم كودي لكل مضخة طبعا بصفة عامة، الرقم ده بيحدد لي كمية الإزاحة لكل سنتي مكعب لكل دورة، وبيحدد لي الضغط الخاص بيها، وبيحدد لي سرعة المضخة. من المعطيات دي بقدر أحسب معدل التدفق اللي أنا عايزه. معدل التدفق اللي هو أعلى أو أقصى سرعة في كمية الإزاحة اللي بيعملها الجير بام. يبقى معدل التدفق هو عبارة عن أقصى سرعة في مقدار الإزاحة بيديني سنتيمتر مكعب على الدقيقة. بنقسم على 1000 عشان أحوله للتر، نقسم الناتج على 1000 فبنحوله، فبيصبح عندي الناتج باللتر على الدقيقة. يبقى أنا عندي كمية الإزاحة والضغط وسرعة المضخة بقدر أطلع منهم معدل التدفق الخاص بالجير بام اللي أنا شغال عليه. طب إيه أسباب فشل المضخة؟ النهاردة إحنا بنتكلم عن جير بام إحنا هنستبدله، لأن أنا عندي فيه ضعف في الضغط وعندي في ضعف معدل السريان. من أهم أسباب فشل المضخة إن بيكون عندي مقاومة خارجية عند يعني مقاومة في المخرج الخاص بالجير بام. بيتحرك السائل مباشرة داخل الغرف اللي انتوا شايفينها ديت وبعدين للخارج، فحصل عندي مقاومة. المقاومة ديت بتضغط على التروس نفسها، فالتروس بيحصل فيها احتكاك فبتتآكل، دي أول نقطة. وبيحصل ضغط على الحوامل التروس فبيعمل إزاحة خفيفة احنا طبعا ما بنحسهاش. الإزاحة ديت بتؤدي لاحتكاك رؤوس التروس في جوانب الغرفة اللي هي شغالة فيها. لما بيحصل الاحتكاك ده والتآكل ده بيكون في عندي مسامة. المسامة ديت بتؤدي إلى رجوع بعض السائل المار، يعني أنا عندي السائل مر داخل الغرف إلى المخرج وبعدين في مقاومة موجودة فبيرجع عندي السائل للخلف، فده بيفقد المضخة وظيفتها الأساسية. الجير بام بيفقد وظيفته الأساسية هي إن هو يولد لي ضغط في المكان ده مع معدل سريان ثابت. هنا ديت الجير بام اللي احنا بنتكلم عنها أو اللي احنا هيتم استبدالها. طبعا هنفكها برضو علشان نشوف، احنا شفنا باور بوينت عن الجير بام، احنا حبينا برضو نوضح لكم الجير بام للناس اللي ما شفتهاش من الداخل هي شكلها ايه. دي الهيد عندي هنا، طبعا اللي واضح عليها ان هي 3.5 بار، دي اهم نقطة تهمنا، 3.5 بار. الهيد طبعا عندنا المدخل ماء والمخرج، وعندنا المسمار ده اللي انتوا شايفينه ده خاص بالخدمة هنتكلم عنه بعد شوية، وعندي هنا ده المكان اللي بيشتغل مع الموتور نفسه عن طريق الإزاحة. تلات مسامير الخارجين دول اللي انا بفك منهم الهيد او بثبتها على الموتور. اما التلات مسامير الداخلين دول، دول طبعا بنستخدم ليهم الانقية خماسي علشان افك. هنلاحظ ان الهيد نفسها عبارة عن تلات اجزاء مقسمة لتلات اجزاء زي ما هنشوفها بعد شوية. طبعا بنستخدم الانقية الخماسي وبنبتدي نفك التلات مسامير دول. طبعا هما بيكونوا مربوطين بقوة باحكام عشان التسريب وكده. بعد ما فكينا التلات مسامير بنبتدي نرفع الغطاء. الغطاء العلوي فاضي مفيش اي حاجة، وده الجزء اللي بيتعامل مع الموتور نفسه اللي هو عن طريق الازاحة، الجزء البلاستيكي ده طبعا هو ثابت على العمود الدوار الخاص بالتروس الداخلية زي ما هنشوفها بعد. هنا طبعا ده الجزء الاول اللي احنا فكيناه، ده الجزء الاول جزء عادي خالص فيه فتحات خاصة بالتروس والتثبيت، وده عندي دي التروس اللي موجودة ترسين، ترس أساسي وترس تابع له. الترس الأساسي مثلا لو قلنا بيلف اتجاه عقارب الساعة، الترس التاني بيلف عكس اتجاه عقارب الساعة زي ما انتوا شايفين كده زي ما احنا بندور، وهما داخل الغرفة اللي بنسحب فيها السائل واللي بنعمل فيها عملية الضغط. فطبعا التروس ديت معمولة بمقاسات معينة، المسامة يعني تقريبا مفيش مسامة موجودة بينه وبين الجدار الغرفة المتواجد فيها التروس. أي تآكل لرؤوس التروس ديت بيعمل لنا المشكلة اللي حصلت معانا ديت، إن الهيد فقدت وظيفتها الأساسية زي ما قلنا. دول عبارة عن ترسين، ترس أساسي وترس تابع زي ما قلنا،
وديت الحوامل الخاصة بالتروس، وهنا ده ممكن نقول دي فتحة خدمة أو مسمار، ده خاص بفتحة الخدمة. طبعا هو جاي من المصنع معمول عليه شمع أحمر وثابت، المفروض محدش بيحرك المسمار ده. المسمار ده بيتفك في حالتين، الحالة الأولى إن احنا لو عايزين ننظف أو في شوائب أو كده فاحنا بنفك المسمار عشان نعمل عملية تنظيف، والحالة التانية إن احنا بنفكه شوية لو جينا عملنا معايرة ولقينا إن الضغط اللي موجود عالي شوية أو في إشكالية فيه، فممكن إن احنا نحركه سنة صغيرة، نفكه سنة صغيرة يعني. ده الهدف منه المسمار ده. دي كده مكونات الجير بامب. تلف التروس اللي انتوا شايفينها ديت، الترسين السمر دول، اي تلف فيهم بيؤدي الى فقد وظيفة الجير بامب، فبنضطر لاستبدالها في الحالة دي. وصلنا معاكم هنا ان احنا ركبنا الجير بامب، طبعا تركيبها بسيطة، احنا ما صورناش برضو تركيبها. وادخل على المعايرة اللي احنا عارفينها، انا وصلت المعايرة 300. طبعا انا ركبت جير بامب جديد فمديني ارقام عالية جدا. طيب انا عايز اعمل المعايرة، فبانزل لرقم 60 تحت في الديجيتال اللي تحت ده، بنزل ل60، وعندي البوردة اللي هي رقم 634 في بوتشوميتر زي ما انتم شايفينه كده، بلف عكس اتجاه عقارب الساعة، بلف دورة واستنى 10 ثواني، واحرك كمان دورة واستنى 10 ثواني لحد ما اوصل لرقم 147 اللي انتم شايفينه ده. اول ما بوصل للرقم ده ببتدي الف دورة او نص دورة في اتجاه عقارب الساعة، وانتظر برضو 10 ثواني لحد ما يحصل استجابة في الجهاز. ممكن الف في دورتين او ثلاثة لحد ما بيحصل عندي الاستجابة. يعني الهدف ان انا بوصل ل60، بظبط على 60 واحرك لحد ما اوصل 147، وبعد كده الف في اتجاه عقارب الساعة. هنا بدأت تستجيب معايا 42، انتظر شوية، وبعد كده الف كمان دورة لحد ما توصل معايا تقريبا لل300، مثلا وصلت 294، اديها كمان نص دورة وانتظر 10 ثواني، كده 297، هتوصل مثلا ل300، 303 كده المعايرة بتاعتنا تمت. بعد ما تتم المعايرة اعمل لها حفظ بالطريقة اللي احنا عارفينها. يبقى انا ركبت جير بامب جديد لازم اعمل له معايرة، ما ركبش واقول كده خلاص الامور تمام. اعمل لها المعايرة اللي انتوا شفتوها ديت لحد ما اظبطها على 300 وخلاص. بكده احنا خلصنا الفكرة اللي احنا كنا عايزين نوصلها لكم الخاصة بالرقم 147. لو ظهر مع اي حد من حضراتكم ومش عارف المشكلة، المشكلة الاساسية يا اما الموتور محتاج استبدال يا اما الجير بامب. لو الموتور بنغيره، اما الجير بامب زي ما احنا شرحنا لحضراتكم بنتم استبدالها وبعد كده بيتم معايرتها. وكان الهدف الاساسي ان احنا نتكلم عن الجير بام من الداخل وازاي بتقوم بوظيفة ضخ والتحكم في معدل السريان السائل داخل الهيدروليك. شكرا.